السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمة وبركاته. أضواء على الأحداث في هذا اليوم أبدأها من اليمن، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه نفذ الأحد ضربات جوية على أهداف لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان المملكة اعتراض 10 طائرات مسيرة ملغمة حوثية داخل الأراضي السعودية. واستهدفت الغارات معسكر الصيانة التابع لما يسمى وزارة الدفاع الحوثية. وقالت مصادر عسكرية يمنية أن عشرات القتلى سقطوا عندما تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثي في جبهات عدة بمحافظة مأرب، وأحبط الجيش محاولة تسلل واسعة للحوثي في مديرية صرواح غربي المحافظة، واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وآليات للحوثي. إنسانيا، قال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب إن حركة النزوح ما زالت مستمرة بسبب هجمات ميليشيا الحوثي. نتابع التقرير. لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص في محافظة مأرب اليمنية، فمنذ أسابيع والمحافظة تشهد قتالا عنيفا بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية بالتزامن مع تصعيد جنوني للحوثيين اتجاه السعودية. الحوثيون كثفوا من هجماتهم التي لم تهدأ منذ الشهر الماضي لفرض حصار على مأرب آخر المعاقل التي تسيطر عليها القوات الحكومية، تمهيدا لمحاولة اقتحامها في معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين في الساعات الماضية. التصعيد الحوثي لم يكن داخليا فقط، فالجماعة فضلت أن يمتد التصعيد إلى الخارج وبالتحديد صوب السعودية التي لم تهدأ سماؤها من الصواريخ الحوثية التي استهدفت عدة مدن وتسببت بأضرار جسيمة، حيث ارتفع عدد الهجمات التي تشنها الجماعة على الأراضي السعودية بشكل كبير في الآونة الأخيرة. الموقف الأمريكي اكتفى بدعوة الحوثيين لوقف القتال في مأرب في وقت جمدوا فيه الدعم العسكري للسعودية في الحرب، وقبلها رفعوا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب. اشتداد المعارك في مأرب يظهر مدى إدراك جماعة الحوثي لأهمية السيطرة على المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط، فبالنسبة لها معركة وجودية، أولا في تعزيز موقفها التفاوضي في أي مباحثات تبدو مرتقبة لأطراف النزاع، خاصة وأن الأمريكيين الجدد بقيادة بايدن يسعون لحل سياسي في اليمن. ثانيا لأنها معركة مهمة بالنسبة لإيران من أجل تحقيق انتصار كبير على السعودية وتحالفها الذي تقوده في اليمن. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول السيد عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من الرياض العميد عمرو العامري الباحث العسكري والاستراتيجي. أرحب بكما ضيفي العزيزين. لو بدأت معك سيد عادل المسني، هجوم هو الأعنف من قبل الحوثي على المملكة العربية السعودية، ما هي أهدافه؟ ويأتي في سياق الحرب المشتعلة اليوم في مأرب. طبعا المملكة العربية السعودية تتدخل في ما يتعلق أيضا بالضربات للهجوم الحوثي الشرس على محافظة مأرب، ويبدو أن الحوثيين أرادوا الانتقام من هذا الوجود السعودي في مأرب من خلال طلعات الطيران، فحاولوا أن يوسعوا الضربات في داخل المملكة العربية السعودية بهدف يعني منعها من مساندة الجيش الوطني في مأرب. والهدف الآخر بلا شك الضغط على الأطراف الدولية أيضا لإجبار السعودية للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة الحوثية وتوسيع دائرة الضغوط عليها. لكن يبدو أن الأهم في الوضع هو الانتصار الكبير الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا الهبات المحافظات الأخرى أيضا التي جاءت أيضا لنصرة الجيش الوطني في مأرب، حققت ثمارها اليوم في بعد مضي شهر من الهجوم الحوثي. لم يعد هناك أمل في أي تحقيق اختراق في أي من جبهات مأرب المفتوحة. الحوثي انكسر واصبح عالق، لم يستطع الدخول إلى مأرب ولا الانسحاب، لأن الانسحاب هو هزيمة في حقيقة الأمر. فأراد أيضا أن يشعل المنطقة بكلها في استهداف المملكة العربية السعودية، ومن ثم الاتجاه نحو مأرب. والأهم من ذلك أيضا هو اشتعال معارك أخرى يعني في تعز والبيضاء وغيرها
أيضا مساندة أيضا لجبهة مارب. طيب سيد عمرو العامري، هل تعتقد بالفعل بأنه تكثيف الهجمات، هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، الغرض منه الانتقام من خسائره في مأرب وتشتيت الانتباه عن هذه الخسائر الفادحة التي يتكبدها؟ أعتقد أن الزميل في إسطنبول قد قال كل شيء. نعم، عندما نحن في المملكة العربية السعودية، عندما تزداد وتيرة الطائرات والصواريخ الموجهة والتي نسميها العبثية لأنها لا تستهدف أهداف، نعرف أن هناك شيئا وقع على الأرض في المعارك، وهو محاولة الانتقام ومحاولة التشتيت ومحاولة خلط الأوراق. الهجوم على السعودية لم ينقطع، نعم زاد العدد، ولكن في نهاية المطاف لن يغير شيئا في قواعد اللعبة ولا في الميزان العسكري. ما تغير اليوم هو أن المملكة العربية السعودية تغير من قواعد اللعبة ومن قواعد الحرب، وتسعى اليوم وبشدة إلى استهداف المقرات الحوثية والمخازن السلاح والمقرات الإسناد لتحييدها، لأنها لم تعد مقرات مدنية وإنما هي مراكز تدعم الاعتداء على المملكة العربية السعودية. طيب سيد عادل المسني، في الوقت الذي هناك مساع دولية لإنهاء الحرب في اليمن، تزداد هذه الهجمات وترتفع وتيرتها، الهجمات الحوثية سواء داخل اليمن في مأرب في تعز في غيرها، وأيضا الهجمات الحوثية على السعودية. كيف نفهم هذه المعادلة، وخاصة أنها تأتي بعد رفع الدعم الأمريكي عن الحرب في اليمن، ولا ننسى بأن هناك كان لقاء حوثيا أمريكيا منذ أيام؟ نعم، جاءت هذا الهجوم المكثف على مأرب في سياق يعني تحول دولي مهم فيما يتعلق بمجيء إدارة أمريكية بدأت أيضا باستهداف المملكة العربية السعودية وتشديد الضغوط عليها، ومن ثم أيضا تجميد كل أنواع الدعم مع المملكة العربية السعودية، ومن ثم أيضا شطبت الحوثيين من قائمة الإرهاب وعينت مبعوثا لها، وبدأت تتوجه نحو أيضا المفاوضات مع إيران. وكل هذه مؤشرات فهمها الحوثي بأنه أفضل وقت أيضا لتمرير أجنداته فيما يتعلق بإنهاء ورقة الشرعية وتضييق الخناق أيضا على المملكة العربية السعودية وعلى حلفائها في اليمن، ومن ثم يعني ذهب نحو مأرب باعتبارها أهم معقل للشرعية، وهي العاصمة الاقتصادية والنفطية في اليمن باعتبار أن مأرب يعني بها غاز ونفط وأيضا توليد الطاقة الكهربائية. أراد الحوثي ليستكمل أيضا مقاومة دولته بالسيطرة على هذه المحافظة الغنية، ومن ثم أيضا إنهاء ورقة الشرعية والذهاب إلى مفاوضات في ظل أيضا مناخ إقليمي ودولي مساعد. لكن يبدو أن مأرب قلبت المعادلة وبدأت تحقق انتصارات كبيرة، وكسرت أيضا الهجوم الحوثي وفرضت أجندتها على الداخل والخارج، واليوم هناك معارك كثيرة تشتعل بجانب مأرب في تعز والبيضاء، ومن ثم أيضا عادت اللحمة للشارع اليمني، وعادت أيضا توحيد الصف الجمهوري، وبدأت أيضا بدأ الشعب اليمني أيضا من خلال هذه المعارك الأسطورية الكبيرة يعني يتوحد حول معركة حول الوقوف ضد الحوثي والانقلاب الحوثي، والتوحد تحت أيضا راية الجمهورية والشرعية، وتعود هذه المفاهيم إلى الواقية، وهذا يعتبر انتصار كبير على ما يتعلق أيضا بتوحيد الصف الجمهوري والوقوف بوجوه إيران وأجندتها في اليمن. طيب سيد عمرو العامري، يعني هجمات حوثية ورد سعودي بغارات على أهداف للحوثي في الوقت الذي انسحبت فيه الإمارات من اليمن أو هكذا تقول، وانسحبت من التحالف، الولايات المتحدة رفعت يدها، بات اليوم المشهد وكأنه مواجهة مباشرة بين السعودية من جهة والحوثي من جهة. إلى أي مدى هناك مخاوف من أن تجر المملكة العربية السعودية إلى مربع أنه مواجهة بين السعودية وبين دولة اسمها اليمن بغض النظر عمن يمثلها، وبالتالي تخرج المملكة وكأنها معتدية؟
أود تصحيح معادلة أو جملة هنا تكرر أن السعودية أوقفت دعمها، أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها للسعودية. الولايات المتحدة لم تدعم السعودية أبدا، هي تبيع أسلحة ونحن نشتري ونستخدم هذا السلاح، وإذا توقفت عن بيع السلاح فستشتري المملكة السلاح من دول أخرى. المملكة الولايات المتحدة ليست طرفا في الحرب ولا تقدم دعما للسعودية بالمجان، إنما هو دعم عسكري عبر شراء نعم. سيد عمر، سيد عمر، هذه المقولة غير دقيقة. لا، هناك مشكلة في التواصل مع السيد عمر، أرجو أن يتم إصلاحها. على كل حال أعود لك سيد عادل المسني. السؤال المطروح: من أين يستمد الحوثي كل هذه القوة وكل هذا التعنت حتى أنه يفشل مفاوضات، حتى لتبادل الأسرى يفشل أي شيء، ويصر على هذا الهجوم المستميت على مأرب ويهاجم المملكة العربية السعودية؟ من أين يستمد كل هذه القوة؟ هو في حقيقة الأمر هناك دولة إقليمية كبيرة تدعمه وهي إيران، وأيضا إدارة أمريكية جديدة ومبعوث أممي. كل هذه الأدوات توفر هذا المناخ المساعد للحركة الحوثية وتضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الشرعية. وبالتالي أيضا المهم في الأمر في الجهة الأخرى أجندات الإمارات التي تعبث أيضا في الساحة الجنوبية وتشجع الانتقالي، وهو يتخادم بشكل كبير مع الحوثي لإسقاط الشرعية وأشغلها في المناطق المحررة. وبالتالي هناك كل الأدوار على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي كلها تصب في نهاية المطاف لصالح الحركة الحوثية. هناك تخوف كبير من دول الإقليم سواء ممثلة في إيران أو دول التحالف بشقيها المملكة العربية السعودية والإمارات، ما يتعلق أيضا بوجود يمن قوي، وظهرت هذه المخاوف وهذا القلق أشتد بعد ثورة الربيع العربي وبعد تطلع الشعب اليمني لإقامة دولة مدنية. وبالتالي اشتغلت كل هذه الأجندات ولعبت ايضا دورا كبير ايضا في خنق الشرعيه وحصارها وحصار الشعب اليمني وحاضنتهم كبيره من خلال هذا ضرب الحصار على اليمن على مدار سبع سنوات، خلق ازمه انسانيه كبيره وكارثه على كل المستويات الصحيه والاقتصاديه، واصبحت اليمن اكبر كارثه انسانيه. وبالتالي ايضا شجع ميليشيات كثيره في الشمال والجنوب، كل هدفها العبث ايضا بالنسيج الاجتماعي لليمن واثاره كثير من الفوضى والقلق. طيب، ولكن سيد عادل كل ما ذكرته، الى اي مدى تتحمل الشرعيه المسؤوليه وايضا حليفتها المملكه العربيه السعوديه؟ عند الحديث عن الامارات باتت اجندات الامارات واضحه ومعروف عبثها في اليمن، ولكن عندما نتحدث عن الشرعية وعن المملكة العربية السعودية حليف هذه الشرعية، إلى أي مدى يتحملان المسؤولية ولو جزئيا؟ لا أدري ما نسبة هذا الجزء، ولكن إلى أي مدى يتحملان هذه المسؤولية فيما وصلت إليه الأمور اليوم في اليمن؟ نحن نتحدث عن أن اليمن بات قاب قوسين أو أدنى من التقسيم الفعلي. بلا شك ما نتحمل المسؤولية هي الشرعية اليمنية التي منوط بها أيضا الدفاع عن اليمن وعن الثوابت اليمنية وعن الوحدة اليمنية وعن التراب اليمني وعن السيادة اليمنية المنتهكة اليوم من قبل الإمارات وأدواتها وأدواتها. وبالتالي أنا أتصور المملكة العربية السعودية أيضا تمثل حليف استراتيجي للإمارات، وهي التي قلبت إلى الإمارات مسؤولة بنفس القدر مع الشرعية. وبالتالي أنا أتصور بأن من وفر لهذه الأدوار الخبيثة هي المملكة العربية السعودية، وفر لها الشرعية. وبالتالي أنا لا أتصور مطلقا أن الإمارات تنفذ أجندتها بمعزل عن المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية اتضح لها الأمر الآن
بعد أن أصبحت مستنزفة ويعني أدرجتها الإمارات في ظل هذا المستنقع الكبير في اليمن، عطلت دورها في ما يتعلق أيضا بالتحكم بمآلات الحرب، لا هي استطاعت أن تتحكم في المناطق المحررة من خلال أيضا الميليشيات الانتقالية التي تدعم الإمارات بشكل مباشر، وأصبح يستهدف المملكة العربية السعودية والشرعية التي تدعمها في اليمن ويعطل دورها في المحافظات الجنوبية. ومن ثم أيضا إيران التي تدخلت من خلال تسليح الحركة الحوثية بالطيران المسير وأيضا الصواريخ المجنحة، وأصبحت تشكل تهديد كبير للمملكة العربية السعودية. أنا أتصور بأن المملكة العربية السعودية غير قادرة على التحكم اليوم بمسار بالملف اليمني، والأمر الذي زاد أيضا وكبل يد المملكة العربية السعودية هي مجيء إدارة أمريكية جديدة، وبالتالي توفرت كل الظروف اليوم لإخراج المملكة العربية السعودية من الساحة اليمنية. ابقى معي لو سمحت سيد عادل المسني للملف التالي. أشكر مشاهدينا العميد عمرو العامري الباحث العسكري والاستراتيجي، كان معي عبر سكايب من الرياض، ولكن للأسف انقطع الاتصال معهم.